يواصل النظام وميليشياته تقدمهم في ريف إدلب الجنوبي، تقدم يتم عبر إسناد جوي روسي، وكل ذاك يجري وسط استنفار كبير للمعارضة السورية، وكل طرف يلقي اللوم على الآخر. معارك ضارية في جنوب إدلب ومزيد من الأرتال العسكرية تصل إلى المنطقة لوقف زحف النظام السوري. يزداد الأمر تعقيدا وسوءا مع مفخخة تضرب وسط مدينة إدلب وتقتل ما يقارب 30 مدنيا جلهم من الأطفال والنساء دون معرفة الجهة التي أقدمت على التفجير. أمام ذاك كله تصل قوافل النازحين إلى الحدود التركية أملا أن تكون أقل وطأة من المناطق التي تركوها، بيد أنها بلا سقف ولا جدران، بقايا خيم متشققة. إذن يزداد المشهد تعقيدا في إدلب، نزوح وخسارة للمناطق الواحدة تلو الأخرى، ومفخخات تضرب الطوق الأمني في أكبر قلاع المعارضة السورية. فهل تنجح المعارضة في ضبط صفوفها أم أن ما يجري وسيجري خارج إرادتها؟